نزلت بوشينكي قبح، لويت وبشيت على تيم هنا، لقيت ده وكان ايزي، وطبعا شعار القبح الفينش قبل النوك. طعميه احتل التيك توك، عرفت مكان واحد وبعدت فتحت نيد وقربت، والقبح حالي النهارده مزاجه رايق. مش شايفين الطقم الجديد ولا دي للحصان؟ بيفكرني بنفسي وانا صغير، بس كان عرف الديك تقريبا كان محشي فريك. فكرته صاحبه طلع بوت، بحسبه ديك رومي طلع كتكوت. لقيت صاحبهم ومش مفرق ما بين شمال وجنوب، شهر كريم وربنا يتوب علينا من كل الذنوب. سمعت صوت اخر واحد وكان عايز، لا مش عارف عايز ايه بالظبط، توب علينا يا رب. علو بيا دبدوبي. رجعت بوشينكي وسمعت صوت واحد، وقفت له هنا والمفروض ان هو كمان سمعني، ولقيته ايه ده رايح فين يا بابا؟ بطلوا برشام بقى. سمعت صوت صاحبه ضربت بري فاير، طبيعي انه يطلع لفوق. ردت فعله كانت حلوه، بس كويس اني اخدت كفر. جابوت ولاها، ده انا في ببجي حرامي قوي، وطبعا هضمن الكلايه. شكله اتعصب وهو ده المطلوب، اكيد مش هاخده في حضني وهديه، لا هعصبه بزياده. كملت في مسيره القبح وجيت هنا، لقيت العربيه دي معديه، ولما محدش اتنوج بصيت على بنجي لقيته بيترقص. اتاكدت ان الراوتر اللي عندي فرع فيفي عبده، على طول لقيت التيم ده بيبش عليا، استر يا الله. لقيت ده نملي في الارض وقمت مديله، وبص وقفه العوجان ولا الخطفه دي، يا سلام عليك يا طعطع. دم الربع ولقيت ده جاي لي، دمشته والحمد لله في اتنين سرقوا كل الكلات، فرحت املى دمي وانا كطعميه اتعصبت، وفي ناس تتعصب تتغابى وانا مش منهم. فلمحت ده جاي قمت مديله، بس منكرش ان انا غلاوي حبتين، قمت اعمل عليهم لقطه. Follow like وكسبلور.